طبقة الأوزون هي جزء من غلاف الجو المحيط بالكرة الأرضية، وسميت الطبقة بهذا الاسم لاحتوائها على غاز الأوزون بشكل كبير. وتتركز طبقة الأوزون أسفل طبقة الستراتوسفير، وهي أحد طبقات الغلاف الجوي للأرض ولونه أزرق. وفي طبقة الأوزون تحول كمية من غاز الأكسجين إلى غاز الأوزون بسبب قوة الأشعة فوق البنفسجية الصادرة من الشمس، حيث تؤثر هذه الأشعة في الجزء الذي يتحول الأكسجين فيه إلى أوزون بسبب عدم وجود طبقات كافية من الهواء فوقه. وتأتي أهمية طبقة الأوزون من كونها تمنع وصول الأشعة فوق البنفسجية القصيرة إلى الأرض بتركيز كبير، حيث تعتبر هذه الموجات ضارة للإنسان. توقع العلماء أن أعلى مستوى للأوزون يكون عند خط الاستواء، وأقل مستوى له عند القطبين الشمالي والجنوبي، وذلك بسبب وجود الأوزون في طبقة الستراتوسفير، والذي ينتج بسبب الأشعة فوق البنفسجية التي تصدر من الشمس. وبذلك تكون مستويات الأوزون في الصيف أعلى منها في الشتاء، ولكن ما اكتشف خلال توقعات العلماء، حيث يكون أعلى مستوى للأوزون في القطبين وتكون في الشتاء أعلى منها في الصيف. وفسر هذا بما يعرف بدورة الرياح في طبقة الستراتوسفير، والتي عرفت باسم دورة بروير دوبسون. يتكون أوزون أستراتوسفيري، وهي الطبقة العلوية من الغلاف الجوي، طبيعياً من خلال تفاعلات كيميائية تتضمن وجود أشعة الشمس فوق البنفسجية وجزيئات الأكسجين التي تشكل حوالي 21% من الغلاف الجوي. وفي الخطوة الأولى من التفاعلات تقوم أشعة الشمس فوق البنفسجية بتحطيم جزيء أكسجين واحد لإنتاج ذرتي أكسجين، وفي الخطوة الثانية تتحد ذرات الأكسجين شديدة التفاعل مع جزيء أكسجين لإنتاج جزيء أوزون O3، وتحدث هذه التفاعلات بشكل مستمر عند تواجد أشعة الشمس فوق بنفسجية في طبقة الستراتوسفير. ونتيجة لذلك يتم إنتاج كميات كبيرة من الأوزون في طبقة الستراتوسفير المدارية. يتكون أوزون التروبوسفيري في طبقة التروبوسفير، أخفض طبقة من الغلاف الجوي من صنع الإنسان، ويتكون كنتيجة غير مباشرة لتلوث الهواء الناتج عن عوادم السيارات والانبعاثات الصادرة عن محطات توليد الطاقة والمصانع، حيث يؤدي احتراق البنزين والفحم إلى إطلاق غازات أكاسيد النيتروجين والمركبات العضوية المتطايرة في الهواء. ونتيجة لارتفاع درجات الحرارة تتحد هذه الغازات مع الأكسجين ويتشكل الأوزون. تقع طبقة الأوزون في الغلاف الجوي العلوي على ارتفاع 15 إلى 35 كيلومترا تقريبا فوق سطح الأرض، وتحتوي هذه الطبقة على تراكيز عالية نسبيا من جزيئات الأوزون، حيث يتشكل 90% من الأوزون الموجود في الغلاف الجوي في طبقة الستراتوسفير التي تمتد مسافة 10 إلى 18 إلى 50 كيلومترا فوق سطح الأرض. طبقة الأوزون تساعد على حماية الحياة على سطح الأرض من خلال امتصاص أشعة الشمس فوق البنفسجية، وبشكل خاص الأشعة الضارة التي تسبب سرطان الجلد وإعتام عدسة العين وتدمر المحاصيل وبعض أنواع الحياة البحرية. كما يؤدي استنفاذ الأوزون إلى حدوث مشاكل صحية خطيرة على البشر والبيئة، لذلك قامت العديد من الدول بحظر استخدام المواد الكيميائية مثل مركب الكلورور فلوروكربون الذي يؤدي إلى استنزاف طبقة الأوزون. يصل تركيز الأوزون في الجو إلى حوالي 1 مايكرورام لكل جرام من الهواء، ولكن تنفس الهواء المحتوى على الأوزون له تأثير كبير على جهاز التنفس وجهاز الأعصاب، ويسبب صداعاً وإرهاقاً وضيقاً في التنفس، وهذا ما يفسر إجبار طلاب مدارس لوس أنجلوس على البقاء داخل أبنية المدارس عند ارتفاع تركيز الأوزون ل 35 جزءاً من المليون، حيث يصاب به الأطفال والشباب أكثر من غيرهم. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. ويكيتيوب، الموسوعة الصوتية الأولى بالنسخة العربية.